السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعد الله يومكم بكل خير مشاهدينا متابعينا الكرام إذن نظرا لطلبات مشاهدينا ومتابعي قناتنا إليكم متابعينا الكرام الولايات المعنية والكميات المنتظرة بحول الله تعالى إذن 13 ولاية بحول الله تعالى معنية بتساقطات مطرية قد تصل كمية هذه الأمطار الرعدية إلى 35 مليمتر بحول الله تعالى. إذن نبدأ على بركة الله وكما نشاهد معكم في الصورة الولايات المعنية ولاية سوق بالإضافة إلى ولاية بسة ولاية خنشلة ولاية باطنة ولاية ام بواقي ولاية كالمة ولاية قسنطينة بالإضافة إلى ولاية ميلا ناحية شرغوم العيد ولاية سطيف بالإضافة إلى برج بور ايضا مناطق ولاية سكيكدا ولاية بجاية ولاية الطارف بالاضافة الى ولاية جيجل هذه الولايات متابعينا الكرام معنية بتساقطات مطرية قد تصل الى 35 ملم صلاحية هذه النشرة ابتداء من ظهيرة يوم الغد الخميس الثاني والعشرين من شهر اوت 2019 تتواصل الى غاية يوم الاحد القادم الخامس والعشرين من شهر اوت 2019 اذا الامطار ستكون من حين الى اخر وستكون غزيره بحول الله تعالى سنوافيكم بالولايات المعنيه الاخرى بحول الله تعالى في نشريات جويه خاصه والكميات المتوقعه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته